بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حنكون استكمال موضوع البيفوكال. هنحكي اليوم عن Optical Properties of Bifocal Lenses. المرة اللي فاتت احنا عملنا مقدمة بسيطة وايش المشكلة اصلا اللي بتنتج من كون العدسة بايفوكال اللي هو ثنائية البؤرة. طبعا على سيرة المونو فيجن اللي حكينا عنهم، مشكلة البريزماتيك افكت بقدر اتجنبها عن طريق انه انا احط اخلي البشر تطلع من مركز العدسة. انتهينا. هذا على اساس ان العدسة لها مركز واحد بتعامل معه، بس لما يكون ثنائية البؤرة، بؤرة للديستنس، بؤرة للنير، هنا مشكلة وين؟ حتطلع من منطقة لا هي في مركز الديستنس ولا هي في مركز النير. وانا مضطر اطلع منها، ليش؟ ريدنج بوزيشن، وضعية القراءة من هنا. بالتالي لما اطلع منها حينتج عندي بريزماتيك افكت، تأثير منشوري. هذا تأثير منشور مرة فتحة السب ناقش بطلع. يعني مراجعة على السريع، نفترض ان العدسة قوتها ماينس 7. ديستنس اوبتيكال سنتر هي موجود او دي موجود هنا، طبعا برضه بكرر مش شرط في نفس في مركز العدسه. وعندي سيجمنت يحتوي على الاديشن بلس 3، وانا هنا مفترض انه مركز العدسه هو نفسه مركز البصر للعدسه او ان عشان نسهل الحسابات. تمام. طيب القطر تبع السيجمنت اللي هو 19 ملي، القطر هو طبعا من المسافة بين التوب والسنتر أكيد 19 ملي، والسيجمنت دروب يساوي 4 ملي. مصطلح سيجمنت دروب هو المسافة ما بين الأوبتيكال سنتر والتوب أوف ذا لينز، السيجمنت تبع اللينز. تمام. بتطلع على البيشنت من مسافة 10 ملي متر بيلو ذا أوبتيكال سنتر أوف ذا ديستانس، يبقى السيجمنت دروب 4 وتنزل من السيجمنت توب انزل كمان 6، بصير مسافة 10 ملي. البيشنت بتطلع من هنا، اكيد لما البيشنت بتطلع من مكان هنا لا هو في السنتر على الديستانس ولا هو في السنتر على النير، بالتالي بتطلع من مكان بتعرض لبريزماتيك افكت، هو عبارة عن محصلة البريزمات الافكت اللي جاي من الديستانس ومن النير في نفس الوقت. يبقى السؤال وات ويل بي ذا بريزماتيك افكت اللي جاي من الديستانس. البريزماتيك افكت اللي جاي من الديستانس حيكون الموقع هنا بعيد 10 ملي عن الاوبتيكال سنتر تاع الديستانس، واللي جاي من النير بعيد 13 ملي عن الاوبتيكال سنتر تاع النير. كيف حسبنا 13؟ سهل جدا، 19 ملي الار كله 19 وهي 6 اكيد هي 13، مساله واضحه جدا. تمام. كيف نحسبها؟ اول حاجه عندي تو بريزماتيك افكت، واحد من الديستانس وواحد من النير. واضحه عندكم؟ طبعا اللي بدي احسب للديستانس بدي اشيل كل شيء متعلق بالنير والسيجمنت كله بدي اشيله، بدي اشوف بس البريزماتيك افكت اللي ناتج عن كوني بتطلع 10 ملي متر تحت الاوبتيكال سنتر تاع الديستانس. طبعا هذه سهله جدا، بتعامل مع كل وحده لحال كانها مونو فيجن لينس اللي هو لينس العاديه، سنجل فيجن لينس. السي واضحه 1، الاف ماينس 7، بضل عند البي، البي حسبناها بتساوي 7 بريزم. كيف عرفنا بيس داون؟ بكل بساطة ايبكس تو ايبكس الماينس لينس، طبعا بتقاطع الايبكس تو ايبكس بتقاطعه في مركز العدسة، وبالتالي بتعرض هو لبريزماتيك افكت يساوي 7 بريزم بيس داون. يبقى هو بتطلع من مكان في بيس داون هنا. تمام. طيب ما خلصناش، بدنا نشوف قديش بريزماتيك افكت جاي من اديشن. بشيل كل شيء بتعلق بالديستانس، بتعامل مع السيجمنت لحاله. طبعا السي بتساوي 1.3، فهمنا كيف جبناها هنا، والاف يساوي 3 حسبناها، بطلع 3.9 وبيس داون. كيف عرفنا بيس داون؟ لانه البشت بتطلع من مكان اباف ذا اوبتيكال سنتر في بلس لينس، وبالتالي بكون بيس داون. برضو اظن كثير واضحه. تمام. طيب يقاش البريزماتيك افكت محصلة الاثنين هذول، هاي البريزماتيك افكت اللي بتاثر فيها البيشنت في الوضعيه هاي. واحده من الديستانس 7 بيس داون، واحده من الاديشن 3.9 بيس داون. جمعناهم جمع عادي جدا، ما دام البيز موحد في نفس الاتجاه يبقى جمع عادي 10.9 بريزم بيس داون. طيب وين المشكله؟ عادي يعني خلي 10.9 بيس داون يمين و10.9 بيس داون شمال، فيش مشكله مبدئيا. المشكله بتنتج لما يكون في عندي انايزومتروبيا. الانايزومتروبيا هو اختلاف الريفراكشن بتوين ذا تو ايز. وعندي مثال عين ماينس 7 في الديستانس وعين ماينس 2 في الديستانس اكيد. الاديشن طبعا متساوي في عين التنتين، مالهاش علاقه في موضوع في الانايزومتروبيا الاديشن. لما تيجي تحسب بنفس الطريقه حسبنا فيها، اول واحده احنا حاسبينها جاهزه
بطلع 10.9 بيس داون. الثانيه بس بتعوض عن السبعه بتحط 2 لانها نفس الشيء، حتى لانها نفس الاشاره فالبيز اتجاهها نفس الشيء. حسبناها طلع 5.9 بيس داون. المشكله القائمه هنا ال 10.9 بيس داون في العين الرايت تعمل شيفت ابورد للصوره، لان البيز تحت بيقل الصوره لفوق. العدسه الليفت في الرايت هذا، في الليفت بتعمل الرايت هنا 10 والليفت تعمل 5، بالتالي بيكون في اختلاف وضع الصورتين. المفروض العقل او اللي يعمل فيوجن اللي هو الموتر فيوجن، الموتر فيوجن هذا تقريبا مستحيل لخمسه بريزم بالشكل هذا. هذا بيعمل فيرتيكال امبالانس، بتكون لها سيمتومز واعراض كثير بتاثر على كثير شغلات، وبالتالي لازم نحلها. حل الفيرتيكال امبالانس عن طريق تساوي البريزماتيك افكت في الرايت والليفت اي. هذه قاعده في كل الاشياء البصريه، انه طول ما البريزمات متساويه في الرايت والليفت بنفس البيز فيش مشكلة، إذا كان طبعا vertical prisms، بس horizontal لا في مشكلة نوعا ما. تمام؟ طيب يبقى حلها أكثر من طريقة. أول طريقة حناخدها بال unequal segment sizes، حكينا عنه هذا؟ حكينا عنه. unequal segment sizes عن طريق تحريك أو تكبير السيجمنت، بالتالي حيتغير مكان المركز بالنسبة للريدنج بوزيشن، وبالتالي حنتج بريزماتيك افكت ممكن استغله في معادلة المشكلة. طبعا احنا الديستانس مش حقدر اتلاعب فيه، لانه مركز ديستانس لازم تمه زي ما هو موجود، النير هو ممكن يكون فيه تلاعب. تمام؟ طيب نشوف المثال هذا. انا عندي اكثر من اوبشن. اول اوبشن بالنسبة للرايت ايش بدي اعمل؟ بدي اخلي ال 10.9 تساوي 5.9. كيف اخليها؟ يا اما بطرح 5 بيز داون، يا اما بجمع 5 بيز اب. وبالمناسبة هذول الاثنين هم تماما زي بعض. كيف؟ مجرد ما اجمع او اضيف بيز اب هي نفس عملية اشيل بيز داون عمليا بحكي. بس اقول لك خد هاي بريزمات، اخترت في عندي انا بوكس بالطريقة هذه، قلت لك شيل 5 بيس داون، ايش حتعمل؟ ترسم زي هيك، حتشيل جزء هذا البيس داون صح؟ كلهم 5، هاي 5، حتشيل هذا 5 بيس داون. لما شلت 5 بيس داون ايش عملت انت عمليا؟ اضفت 5 بيس اب. يعني هي الاثنين هذول نفس المنطق، نفس الاجراءات بتصير. يعني سواء اقول لك شيل 5 بيس داون، هذا انا لي مقصد منه ليش بتقول يعني مصر على الموضوع هذا. اشيل 5 بيس داون ولا اضيف 5 بيس اب، الاثنين نفس المنطق تماما. واضحه الفكره؟ تمام. او في حل ثاني، 7 بريزم بيس داون اضيف عليها 1.1 بيس اب، برضه بحصل على نفس النتيجه. طيب ايش انا قلت 7؟ لان هذه البريزماتيك افكت اللي جايه من الديستانس اللي لا يمكن تجنبها. صحيح. مش حتلاعب فيها، خليها زي ما هي. بقدر اتلاعب في السيجمنت، احنا قلنا الحل بالان ايكوال سيجمنت سايز. السيجمنت راح اغير في السايز تبعه، بحيث انه هذه النقطة تبعد عن المنطقة هاي، وبتغير البريزماتيك افكت لين ما احصل على ال 5.9 اللي بدي اياها. تمام؟ طيب تمام. يبقى بدي احل اول طريقة اللي هي هاي، بدي ابدا منها. هي اسهل وحدة. مبدئيا كيف ممكن اخلي السيجمنت او منطقة الريدنج تتعرض فقط لسبعة بيس داون، ايش اعمل؟ اشيل السيجمنت او اشيل البريزماتيك افكت الجاي من السيجمنت. كيف اتجنب البريزماتيك افكت الجاي من السيجمنت؟ بالضبط. السنتر هذا حجيبه هنا. كيف اجيبه؟ حصغر السيجمنت مع المحافظ على التوب بوزيشن في الحالتين. ممكن اصغر نخليها في النص، ما استفدناش حاجه. ما هي باب التصغير هيك، فاهمين كيف؟ بس ما استفدناش شيء. دائما مرجعيتي السيجمنت توب عشان يتم الدروب زي ما هو ويتم كل حاجه زي ما هي. زي ما حكينا لازم يتم السيجمنت دروب 4 مللي، فبالتالي بثبت السيجمنت توب هذا. تمام؟ حلقه مهمه كثير. طيب عشان اخلي البريزمنت افكت تساوي 7 بدي اعمل سيجمنت بحيث انه يكون مركزه هنا. هيك لما اجي اقيس في النير حلاقيه 7. خلصنا. بس هيك صار عندي 7 بيس داون و5.9 بيس داون، لانه صفر صار اللي هو النير. كيف اخليها 5.9؟ بدي اضيف 1.1 بيس اب.
بتعامل معها على عادية جدا، فيش فيها أي مشكلة. عندي هنا السنتر، حرك المركز بحيث إني أحصل على 1.1 بيز أب، صعبة؟ الأف هاي قديش؟ بلس 3 البي بتساوي 1.1 بيز أب. وين بحرك المركز المفروض؟ بدي أشيل هذا الكمية، حرك المركز لفوق، العدسة لفوق عشان أنا أطلع من تحت، صح؟ هيك العدسة هذه، ما هي بلس؟ مظبوط؟ انا بطلع دخل لي هذه المنطقه تيجي في النص، النقطه بتكون لتحت بالضبط. خلي العين زي ما هي، بدي امسك كل السيجمنت وصغره 100%. انا حاط صغره اللي زي هيك، بحس انه المركز بطل هان، صار مركز هان الدائره الجديد هان، واضحه؟ صار بيش تطلع من المكان هنا، بتعرض لايش؟ بريزماتيك افكت. كيم بيز اب قيمته 1.1، يبقى بدي احسب قديش المسافة هذه. واضح المبدأ؟ مبدأ كثير سهل ومش صعب، يعني في النهاية أنا خليته أول شيء 7 في المركز، بعدين من المركز هالقد انطلق بدي أضيف 1.1 بيز أب، كيف أضيف 1.1؟ سهلة، يعني إحنا إذا كنا ناخذ بالقبل عشان نقدر نطبقه هنا. يبقى عشان العدسة بلس، لو أتحرك لفوق بصير أطلع من مكان بيلو ذا أوبتيكال سنتر إن بلس لينس، وبالتالي هذا بيز أب هنا موجود، بيزماتيك إفكت. تمام؟ هاي اللي عملناها. ايش المطلوب منا نجيب هالجيت؟ هاي رسمت الليس الثانية اللي حطلع، هاي طلعت الجزء هذا. هذه المسافة هي المطلوب مني احسبها. يبقى decrease the radius of right eye starting from 0.6 radius segment. ايش ال 0.6 segment؟ السيجمنت اللي انا ضفته هذا الاسود. مش احنا قلنا بدي اجيب segment يكون المركز تبعه مركز ريدنج بوزيشن. طب قديش الار بتاعت السيجمنت هاي بتصير؟ المسافه بين التوب وريدنج بوزيشن اللي عملناها احنا 6 مللي، صح؟ جاي 6 مللي طلعنا فوق 1 مللي. تو اد 1.1 بيز اب. نحسب هالمكان المسافه هذه، كيف تنحسب؟ سهله، البي معروفه والاف معروفه، نجيب السي. السي حسبناها طلعت 37 من 100 سنتيمتر. هذه 37 من 100 سنتيمتر. يبقى قديش الار تاعت السيجمنت الجديده؟ بقيت 6 100%. هذه كلها 6 وهذا الجزء الصغير 37 من 100، اطرحهم من بعض 23 6 من 10 6 من 10 هذه 6 من 10 سنتيمتر، وهي 37 من 100 سنتيمتر. اطرحهم من بعض بيطلع 23 من 100 سنتيمتر. يبقى هذا الجزء الـ R بتساوي 0.23 سنتيمتر. يبقى السيجمنت الجديد الراديوس تبعه 2.3 مللي، يعني الديمتر تبعه اصلا كله 4 مللي وشويه. هذا طبعا نظريا بس عشان نفهم السؤال، بس هو عمليا مش هيك بكون. تمام؟ طيب هي اول طريقه، فهمناها كيف؟ مش صعبه نهائي. انا اضطريت اضيف 1.1 بيز اب، طبعا صار هيك معنا. في نقطة هالقد مهمة، في كل الحلول لازم إذا بدي أخلي هذه الباور هنا 5.9 بيز داون، لازم يطلع نفس السيجمنت سايز بغض النظر كيف الطريقة اللي استخدمتها. ما ينفعش تغير السيجمنت سايز، الطرق تختلف بس في النهاية حصلنا نفس السيجمنت سايز، واضحة؟ لأن هذه الوضعية الوحيدة لما تطلع منها هيك بيطلع 5.9. ما ينفعش يكون في وضعية ثانية لما تطلع منها برضه 5.9، فيش إمكانية. لأن البوارات ثابتة، صح؟ وريدنج بوزيشن ثابت. يبقى لازم يكون المسافات ثابتة عشان ينتج لي في الآخر 5.9. في احتمال ثاني تعمل لي تركيبة يطلع 5.9 بيس داون ثاني، فيش إمكانية. ثم المركز نفسه والأديشن نفسه، كل حاجة نفسه. إذا تغير البوارات أكيد في اختلاف، بس سيجمنت سايز مختلف. واضح المبدأ؟ عشان لما أقول لك حل طريقة معينة وزميلك حل طريقة معينة، إذا في اختلاف في الحلين اعرف إن واحد غلط منكم أو شيء زي هيك، لازم الاثنين يطلعوا نفس الحاجة. بغض النظر عن الطريقه المستخدمه. طيب رح يوضح هاي الاشياء اكثر اللي هو المثال الثاني هالقد. هذا واضح الفكره. يعني السيجمنت الجديد بيكون شكله زي هيك. واضحه؟ ان ايكوال سيجمنت سايزز في النهايه بيعطوني 5.9 و5.9 وهيك حلينا المشكله. تمام؟ طيب نشوف طريقه ثانيه. بدون ما اغير مكان السيجمنت بالاساس واخليه 7 يساوي، خليه على ما هو عليه. بس ححله بمنطق ثاني وحوصل لنفس السيجمنت سايز.
انا عندي هنا 10.9 بيس داون صح، حسبناها قبل شوي، هذه النقطه هاي تعرض ل 10.9 بيس داون، انا بدي اطرح منها بيس داون. ايش اطرح بيس داون؟ ضيف بيس اب، يعني هي نفس كلمه اضيف بيس اب، هي هيك اصلا ضيف بيس اب. طيب سؤال، من حيث المبدا انا عندي نقطه هنا A، نقطه هنا B، هذا مركز عدسه سي بتاعت العدسة. الانتقال من A ل B على سبلاس، طبعا هذا الانتقال من A ل B زي البريزماتيك تمام. طيب لو امسك المركز وحركه لتحت إيه؟ ايش زودت هنا؟ بيس داون ولا بيس اب؟ بيس داون. اضفت بيس داون، ممتاز، اضفت بريزم بيس داون. لمسك المركز وحركه لفوق، ايش عملت؟ اضفت بيس اب. يعني اذا كان كله من A ل B حيتموا في منطقة البيس داون بس بتقل، وكأني اضفت بيس اب. واضح؟ يعني مفهوم اقل البيس داون هي نفس مفهوم بيس اب. يبقى انا بكل بساطة ممكن واحد يكون حلها هالقد، يقول انت طب 100% خلي كل ما هو كل شيء زي ما هو، عشان تزود 5 بيس اب امسك المركز وحركه فوق مسافة محددة تعطيني 5 بيس اب. السي معروف عندي، مش معروف هنا اجيبها. ايش المعروف عندي؟ البي 5، والاتجاه معروف، حصغر السيجمنت، لازم احرك عدسه البلاس، بحرك المركز لفوق عشان انتج بيز اب، اضيف بيز اب تمام. والاف معروف بلاس 3، يبقى حجيب مقدار الازاحه من وين؟ من المركز القديم هذا للمركز الجديد اللي بيعطيني 5 بيز اب. واضح المبدا؟ هاي فكره كثير يعني اسهل من الاولانيه. يعني عملته انا بالضبط هيك اللي عملته. عندي بوزيشن A في بوزيشن واحد في سنتر، وحركته لفوق بوزيشن ثاني. مقدار التغيير هذا في الار هو يساوي مقدار التغيير في الإضافة للخمسة بيز اب. ما دام حركت لفوق يبقى بقلل البيز داون زي ما قلنا، او بضيف بيز اب. واضحة؟ تمام. كيف احسبها؟ واضحة جدا سارة. يعني انا مثلا decrease the radius of R decrease segment to add 5 base up. معروف عندي ايش؟ بزمنك افكت، والاتجاه انعرف، يبقى تصغير حيكون ما دام حركت لفوق والسيجمنت توب ثابت، كيف ممكن اخلي المركز يطلع فوق والسيجمنت توب ثابت؟ اعطيك تصغير السيجمنت كله. منطقيا هيك صح؟ انا مثبت السيجمنت توب دائما هذا ثابت هيك. لما اقول لك حرك السنتر لفوق، يعني صغر السيجمنت. حرك السنتر لتحت، كبر السيجمنت، وهكذا، تمام؟ طيب P بتساوي C في F، يبقى هنحرك C بتساوي 1.67، يبقى المسافة بين هنا وهنا 1.67 أكبر من السيجمنت الأصلي. أكبر من إيش؟ من اللي قبل، السيجمنت اللي قبل. لا 19، يبقى 1.9. قديش لسه بيحسب لك الآر هالقد؟ انا مطلوب يعني هو المسافه اللي حركناها، انا ما بحسبش لا ار ولا شيء، هي المسافه اللي تحركتها عشان انتج 5 بيز اب. واحنا فهمنا المفهوم، خلاص امسك المركز حركه لفوق بتصير اضافه بيز اب. قديش بدك الاضافه؟ 5. اوكي، يبقى البي بتساوي 5، بتم المسافه اللي تحركتها هي السي. السي اللي حركتها قديش؟ 1.67. هاي المسافه كلها قديش هذه؟ 17.9 حسبناها، اعطيناها في المثال الاولاني 1.9. هاي 1.9 سم، وهذه 1.67 سم، هذه قديش؟ فرق بين 23 سنتيمتر، نفس المثال الاولاني. لازم يطلعوا زي بعض. واضحة؟ يبقى هي حل السؤال الثاني. مين اسهل؟ هذا اسهل. بس هذه اصعب في الفكرة نفسها انك تكون فاهمها من الاول، انه مجرد تحريك لحاله هو اضافة بريزم عمليا. يعني احرك الار لفوق، احرك السنتر لفوق، انا بضيف بيز اب. لنفسها بقلل البيس داون. خلاص مدام فهمت هيك 100%، مش تقول لي مركز وهذا، خلاص ايش بدك؟ 5، حرك السنتر لفوق 5، مقدار مثلا 1.67، انت هيك انتجت 5 بيس ار مباشره، وبتحسب بعدين قديش تعطيني الار ومنها الدايمتر. في النهايه بيطلع نفس الحل بالضبط. قلنا احنا كله موجود نفس الشيء، اكثر من طريقه حل، في النهايه بعطيني نفس السيجمنت هذا. تمام؟ واضحه؟
فأنا بستدرجها بأكثر من طريقة، هاي قديش وهي قديش، مشكلة في النهاية هذه كلها بتطلع R، ممكن على طريق 1.9 ناقص 1.66 بيطلع 23%. هاي طريقة، تمام؟ هاي. طيب، شوف طريقة ثانية. احنا دائما هنا كنا نشتغل. طيب تعال نشتغل هنا اليوم، نشوف ايش بيصير. اخلي 5.9 بتساوي 10.9. نفس المبدأ 100%. 5.9 كيف ممكن تكون 10.9؟ نزل مركز لتحت. انزل مركز مركز سيجمنت. لا بس خلينا بس ك ك كفكرة حل كيف اعمل؟ بدك تضيف بدي اضيف 5 برزم بيس دان. ممتاز. احنا فهمنا قبل شوي من المثال هذا عندي عدسة بلس المركز وين احركه تحت ولا فوق عشان احصل على بيس داون بزياده في نقطه هنا ايش اعمل؟ حبعد المركز عنها عشان اضيف بيس داون صح؟ لو جبت مركز دائره بعيد لتحت هيك حيزيد هذا البيس داون مزبوط؟ فهمتوها؟ زي حيزيد البيس داون او اذا كانت بيس اب حتقل يعني لو كان في نقطه هنا بيس اب وقربت منها يعني زدت تحت حيقل البيس اب يعني بيس اب حيقل او بيس داون حيزيد لما حرك المركز لتحت او هيك تمام؟ نفس المنطق هلا ايش بدي؟ اضيف بيس داون يبقى حمسك المركز وحركه لتحت تحريك المركز لتحت مع المحافظه على الطبز شو بعمل؟ كبر السيجمنت كبر السيجمنت السيجمنت نفسه بكبر اوكي يبقى هاي ضفت 5 بيس داون كبرت السيجمنت بالشكل هذا شايفين كيف؟ جرى تكبير السيجمنت بعطيني هاي الشغله قديش المسافه المفروض اتحركها عشان اكبر السيجمنت بالشكل هذا؟ قديش حركت انا؟ عشان انتج 5 5 بي 5 الاف 3 واضحه يبقى السي تطلع حسبناها increase the radius to add 5 base down عملناها نفس الحاجه 1.67% اكيد لانها 5 برضه so we need to add 1.7 لمين؟ للradius الاساسي اللي هو قديش؟ 1.9 حسبناها 1.76 بيطلع حاجه كبيره كثير بالضبط بيطلع شيء كبير بيطلع 3 وشيء 3 ونص تقريبا سنتي 3.57 سنتيمتر هذا الار بس بدك عن 6 سم بدك عن شيء زي هيك كده سيجمنت تمام هذا بتنفعش عمليا بتنفع انك تحط سيجمنت اكبر من تنفع السيجمنت 6 سنتي 20 سنتي بحط السيجمنت ايش بسوي؟ باخذ الجزء اللي بيلزمني منه ماشي بقطع منه بالضبط باخذ الجزء اللي بيلزمني احسن بس المسافه بين السنتر تاع العدسه والتوب للسيجمنت يكون كبير راح يكون كبير برضه لا مالوش علاقه انا بدي اللينس هذه مثلا بدي مقطع في المركز سيجمنت زي هيك هذا السيجمنت هلقيت ممكن اكيد انا بدي اطور المفهوم احنا عاملين انه السيجمنت في جوا العدسه هسه انك تفهم الفكره اما عمليا ايش بسوا؟ انا بدي مثلا ان ايكوال سيجمنت سايزز ماشي سيجمنت سايز طلع معي زي هيك طلع معي 7 سم مش 7 سم بيطلع؟ 7 سم كبير بحكي انت عن سيجمنت سايز كبيره زي هيك مثلا ايش اعمل؟ باخذ الجزء اللي فيه حل مشكلتي اللي هو هذا بقصه زي هيك وبجيبه هذا في البرزمات كيف بدك المطلوب مني صح؟ زي راح يعمل الفيرجنز تبعه اقوى من انه يكون من ولا عمره ولا حاجه اللينس كلها سطح واحد بيعطي نفس الباور اللي بيختلف ايش؟ برزمات افكت فقط وانا هنا بدي برزمات افكت هالموجود بياخذ المقطع اللي فيه العين بس المقطع اللي بيلزمني في الشغل هذا احسن كده. هذا اللي شفناه احنا لما حكينا على الترمينولوجي لقينا في لينس عامله زي هيك ليش ما اخذ مقطع وسايب باقي هو؟ ليش بعمل مقطع صغير؟ وما عندي بالشغله هاي الجزء هذا على اساس انه فيها بريزماتيك افكت مطلوب بالنسبه لي فهذا عدسه لو بتعملها كامله بتطلع قطره يمكن 5 6 سم وهذا اكيد مش منطقي انا بديش اصلا كلها انا كلها بتلزمنيش هالقد ما دام كبرت خليها تكبر اقول لك خليها تكبر هيك تطلع مش عندي اي مشكله خلي المركز هنا يكون انا بهمني الجزء تحت هذا هو في بريزماتيك افكت لما يجي يطلع من هنا بتعرض لبريزماتيك افكت مطلوب بالنسبه لي هيك ممتاز بالعكس هذه ما لهاش هذه التصنيعيه حنحكي عنها احسن كمان وفيها لها مزايا يعني يكون سكيورتي وكذا بس صراحه في الشكل هذا مساحه الجرايد وكذا كمان فيها بالضبط فيها كثير مزايا يعني هي قصه انه اغلبهم مش عائق للسيجمنت سايز انت بتكون عائق لما يكون انا بدي راوند سيجمنت فعليت تنتين واضطريت واحده اكبرها عن الثانيه
هذا هاي بتبين بس معي مشكلة. فهمتوا كيف؟ أما لو اضطريت إنه مش مشكلة معي حرية أعمل سيجمنت شيب زي ما بدي أنا، فيش مشكلة. تمام؟ طيب حسبناها، طيب طلعت 3.5 يعني بطلع كبير زي ما شفنا. من حيث المبدأ طبعا أنا في الأنيميشن تبع هذه اللي حذفته، لا هو بنحذف الأحمر وهذا بنشال هيك، بيتم بالأزرق هو النيو سيجمنت. تمام؟ أزرق هو النيو سيجمنت هيك بصير أن إيكوال سيجمنت سايز، واحد صغير هنا اللي هو العادي وهذا كبير عشان نعمل كومبنسيشن، اثنين بصير فيهم 10.9. السؤال وين؟ ايش؟ عشان الطريق نكون احسن من الطريق من ناحيه انه نكبر احنا نستفيد في مساحه مجال هذه قصدك؟ طبعا اكيد، هو اكيد لما اكبر اكون احسن انه اصغر. هو احد مساويها سيجمنت سايز ان ايكوال سيجمنت سايز، احد مساويها جماليا انه عين فيها سيجمنت كبير وعين سيجمنت صغير، هاي مش مقبوله جماليا عند كثير ناس. بس لو كان الفرق بسيط ممكن ما يبينش يعني لهالدرجه. تمام؟ طيب ماشي، وين ممكن ايش ممكن نعمل هنا حاجة؟ يعني ممكن هو بدل ما اخلي 5 بيز داون في عين وعين تانية ما ماشي فيها شيء، ممكن اكبر نتو وصغر نتو. بالضبط، عشان كيف؟ خلينا نتلاقوا في منطقة، يعني في النهاية هاي بدها تصغير وهي بدها تكبير. طيب يعني ممكن انا اكبر نتفة هنا او اصغر في الناحية بنفس الوقت، يعني مش اخلي كل التكبير في ناحية واحدة، لا هيك اصغرها ندفع يكبرها ندفع، فاهمين كيف؟ خلينا نتلاقوا في نقطة وسطية. يعني هذا ممكن انا بقترح يعني انه هنا ممكن بدل ما اخليها 10.9 خليها 7.9، وهنا بدل ما هي 5.9 برضه 7.9. يعني هنا مثلا نضيف ناقص 2 او 3، وهنا ناقص ازود 2 او 3 وهكذا. يعني ممكن تقسم قصة ان ايكواليتي في السيجمنتس. تمام؟ طيب هيك تقريبا خلصنا الـ unequal segment sizes وعرفنا كيف ممكن نعملهم. طيب انا بدي اعطي سؤال زي ما اعطيته عند الطالبات عشان تحلوه، اكتبوا السؤال عندكم هذا المرة الجاية ان شاء الله. خير اكتبوا كمان على اللوح عشان ناخذ معك. Right eye plus 10, left eye plus 4. أظني والله ما أذاكر، مش مشكلة يعني خلي سؤالكم مختلف. الأد plus 3. عفيش معنى الوصفة هذه. تمام. طيب segment depth يساوي 34 مليمتر. segment drop يساوي 4 مليمتر. reading position reading position بيساوي 12 مليمتر اكيد بلو اوبتيكال سنتر، طبعا distance اوبتيكال سنتر. طيب خلصنا. طبعا احنا افترض انا ان الاوبتيكال سنتر في الاديشن او في السيجمنت هو نفسه الجيومتريكال سنتر تبع السيجمنت، عشان ممكن يكونوا مختلفين بس حفرض انهم نفسه. بالنسبة للدستنس ما فرقتش كثير. طيب find the prismatic effect in each eye. بعد هيك compensate for vertical أو compensate the vertical imbalance using بكمل هالسؤال using an equal segment
sizes. تمام؟ هاي السؤال، السؤال الأول هذا. Find the prismatic effect in each eye. طبعا at reading position. At reading position. تمام؟ Compensate for or compensate the vertical imbalance using unequal segment sizes. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني. Using an equal segment sizes cancel the prismatic effect in each eye. يعني equal zero. كمين سؤال؟ احنا كنا في كل الأسئلة حليناهم يا بخلي 10.9 بتساوي 5.9 أو هذا خليها تساوي 10.9. هذه مرة باستخدام الـ n equal segment sizes خلي كلين بزمة كيفك تساوي zero. الغي تماما. تحت هنا at reading position. وتحت compensate the vertical imbalance using an equal segment sizes. يعني هو بس يصير السؤال هيك بتيجي. البريزمات افكت بس للريدنج بوزيشن. طبعا. لانه لو احنا عملناها مش حيكون في الديستانس 100%. طبعا هو في الاخر يوزنج ان ايكوال سيجمنت سايزز. انا بدي لما يطلع على الريدنج يكون البريزمات افكت تساوي زيرو. بكل بساطه. والسايز ما تخافش منه، لو طلع مثلا ان شاء الله 10 ملي ما تقلقش او 10 سم عادي، ما بناخذ في الاخر جزء منه اللي بعنينا اللي فيه البريزم هذا. تمام؟ يعني انت ما حل مش مشكله رقميا حل. انا ما تاكدتش من الارقام في الحل بس يعني كذا منطقي ولا لا، بس ما يطلع مش مشكله بيطلع صح يعني. تمام، هذا السؤال مهم تحلوه لانه الفكره وين. انا حكيت لكم يعني في النهايه حتى لو انه في عين تنتين في 10.9 بيس داون عين تنتين ممكن تكون مشكله برضه. مشكله اسمها ايمج جامب. ايش معنى ايمج جامب؟ قفز الصوره. يعني انا قاعد بتطلع وهي بتاثر على السبيشال بيرسبشن اللي هو التصور الفراغي حواليا. انا فاهم انه الجوال قدامي زي هيك او القلم زي هيك، ما ينفعش لما اجي اطلع بالقديش لقيت طلع فوق هيك، حتى لو عندي تنتين متساويين والبالانس عندي موجود، بس مجرد قفز الصوره بالطريقه هذه قدام هاي ممكن تاثر شويه. بس يعني انت مش مدرك بالضبط اللي حواليك كيف الوضع، فهمت علي كيف؟ يعني في النهايه برضه البريزمات حتى لو متساويه في عندي تنتين وجودها غير مقبول في كثير امور. يعني حتى لما تكون بريزماتك افكت قوي تحت وانت ماشي على الدرج وانت ماشي كذا واحد باي فوق اللابس بياثر على الستبس الدرجات كيف موقعهم في الارض، الان ايفن فلورز الارض المش مستويه كذا. فهي الامور طبعا لازم ننتبه لها. يعني ممكن حتى اضطر فعلا اني اعمل كانسلنج للبريزماتك افكت ات ريدنج بوزيشن او لعند حد معين مقبول، اما اقل اكثر من هيك بكون مش مرغوب فيه. تمام؟ طيب بخصوص البريزم سيجمنت باي فوكالز، يعني برضه كفكرة مش هشرح أنا أكيد، يعني مش هطلع عن السلايد أصلا. تمام، بريزم سيجمنت باي فوكالز الفكرة وين؟ إنه في السيجمنت أو منطقة الريدنج بدي أصير أضيف بريزم إضافة. إحنا هناك استغلنا إيش؟ البريزماتيك إفكت استغلناه في إنه أستغل البريزماتيك إفكت إن أنتج بريزم بحل المشكلة. هنا لا، إيش المشكلة موجودة عندي؟ بدي أضيف البريزم مباشرة عليها. يعني لو بدي 5 بيس داون بحط 5 بيس داون كبريزم. فرنل ممتاز، يا فرنل يا بعمل جراوندنج على النير او زيك حشوف كيف. بس انا استنتجت شغله بعد ما كنت اشوفها هاي، انه تعرف الاثنين زي بعض ان ايكوال سيجمنت سايز او هانا. في الحالتين انا قاعد بتلاعب بالثيكنس. تخيل لما اخليه يطلع من مكان بعيد كثير على السنتر يكون في اتش ثيكنس ديفرنس، صح؟ صحيح. مش لما تطلع في نص العدسه، نص العدسه الثيكنس متساوي، بس لما تطلع منطقه بعيده خاصه في بلس بكون هذا سميك وهذا رفيع في نفس السيجمنت الدائريه. فاهم؟ لو اخذ جزء لاحظ هذا رفيع وتحت سميك زي لما اخذ الجزء الفوقاني. اخي ارسم لكم اياه هنا. هذا شيء انا حضرت لكم اياه ان شاء الله، بتعرفوا احنا انا شفت استنتجت الاثنين زي بعض بالضبط، اللي بيختلف فقط شكليا.
شكليا من حيث الفكره الاثنين زي بعض تماما. يعني انا عندي سيجمنت هاي دائره كبيره زي ما عملنا احنا قلنا بدي اعمل ان ايكوال سيجمنت سايزز، اخذت سيجمنت صغيره او كبرتها فطلع بدي اخذ جزء منها صح؟ هذا اللي بفيدني. لما اخذته الطريقه هذه لقيت مش عارف بلصها هنا وهنا شو رايكم فيها سمكها؟ صار سمك العدس هاي لحال بالشكل هذا مزبوط؟ مش لما اخذ جزء من هنا هنا رفيع وهنا سميكه كان بلس هاي هيك هيك صار. في الحل الثاني حناخذ انه سيجمنت عادي اللي هو هيك عامل بس بضيف عليه برزم بالشكل هذا فبصير شكله بيرجع زي هيك. طلع الاثنين زي بعض بالضبط حيث المبدا. فهمتوا علي كيف؟ هانا كسبت البيس داون عن طريق ازاحه المركز. كان هانا مثلا حركته لهنا. هنا كسبت البيس داون عن طريق ايش؟ اضفت برزم. يعني البرزم اضفته اضافه، بدل هيك اضفت البرزم هذا حطيته في العدسه. فهمتوها؟ يعني هاي لاحظت الاثنين زي بعض بالضبط، وهذا منطقي، هذا المفروض يكون، لانه احنا في النهايه انا بضيف بيس داون برزم. لازم في النهايه لما تطلع المحصله يكون في عندي بيس داون برزم فعلا موجود، يعني كشكلا يعني الايدج ثيكنس موجود فرق. مستحيل البريزم يكون موجود الا يكون في فرق في الثيكنسز زي ما اخذنا اتش ثيكنس ديفرنس هو اللي بيعطيني البريزم الموجود. بس حناخذها المره الجايه هاي، هاي يمكن اسهل في الحسابات، هي اسهل كثير في الحسابات ما فيش فيها حسابات نهائي. مثلا البريزم ممكن تحط زي ما اخذنا قبل شوي بدك خمسه بيز خلص حط خمسه بيز داون في الرايت اي اسرع اسرع. وهذا اللي بيمشوا عليها اغلب المراكز او اللي عنده مشكله في البلد كان امبلانس. غير مشكله يعني انه على السريع انه مثلا اعطيني خمسه بيز داون او خمسه بيز اب في العدسه هو مش غلط يعني هو برضه اللي بده يشوف طريقه اسهل وعمليه برضه مش غلط. جماليا احسن. جماليا افضل اكيد وهيك يعني يعني مش غلط بس الطرق كلها لازم تكون موجوده عندنا. تمام خلاص هاي ان شاء الله حنبدا فيها المره الجايه. خلينا نقف هنا.